اسمع برنامج والذي نحن والله ما تنزله والله ما تنزله والله انا حاتيتك قبل ادخل وانت تدري ايش كنت انا والله ما ادري حاتيتك ان كان ما هو والله كانك ما تدري والله ما ادري اسمع علي والله علي ايه صدق المشاعر يا ربي لها الامور هذه خلاص خلنا انت تطلع منها احنا نبي اسمعني بس خلني احنا يا اخي دقيقه انت ابو في مقام اخوي الكبير مو مسفر وهذه الغبناه اللي في صدرك تراها فيني اقسم بالله يا والله لو انها استبعد بغير ذا الوضع يعني لو ان وضع استبعادك على شنع اقسم بالله العظيم انه هذا لا في سبب غير السبب ده سالتك لا خلاص اسمع ايش يا كلام احنا نبي على اسمعني يستبعدنا ولا يستبعد والله يستبعد عشان جوال والله يستبعدنا ولا يستبعد يا احنا نبي بس يا ابو لا في سبب غير السبب حاضر بقرات ولا عليكم امر سريع ابشر على خشمي والله ما يصير اللي انتم تبونه ولا عليكم امر انا اطلب الطلب على خشمي على خشمي سريع بس لا حد يطلع من صراحه تفضلوا على خشمي سريع بجيكم الكلام يا مرحبا يا فلاح الله يرحمك يا شلونك طيب ايش انا ما تحب الله يطول عمرك انا بتكلم على خشمي من تطالع ابي كلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير جميع رحب فيكم اخواني متسابقين